عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده هنتكلم عن برج الجدي، احوال برج الجدي الايام اللي جايه الباقي من شهر يونيو وشهر 6، ايه اللي هيحصل واحواله ايه وسبب الحيره والتوتر اللي هو فيه ده، هيطلع من اللي هو فيه ولا لا. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء بيغير القدر. وندخل على الفيديو زي ما احنا متعودين بالطاقه الايجابيه، ونركن الطاقه السلبيه على جنب، وبالابتسامه بتاعتنا الجميله. يا رب الهنا والسعاده والفرح والرزق والتفاؤل وراحه البال تكون من نصيب جميع مواليد برج الجدي، وتكون القراءه دي تنطبق على جميع المواليد ان شاء الله باذن الله. ربنا يكتب لكم راحه البال في باقي شهر يونيو، ويكتب لكم الخير والرزق والامور الجميله اللي انتم مستنيينها ومنتظرين. برج الجدي، بص يا برج الجدي، اول حاجه انت عندك حيره في موضوع محيرك وشاغل بالك ومش عارف تعمل ايه لحد الان. انت يا برج الجدي حاليا انت متوتر، حاليا انت متوتر، حاليا بالك مشغول بكذا فكره لدرجه ان انت حيران ومش عارف تعمل ايه. دايما عندك في العاطفه بايظه، امورك متلخبطه، مفيش حاجه كامله عندك. كل ما تدخل في علاقه تطلع منها خسران، او تكتشف حقيقه الشخص اللي قدامك ان هو خاين، ان هو كذاب، الله اعلم، لدرجه ان انت بتفكر في الانفصال، او عايز تنفصل، او عايز تهاجر. من ناحيه العاطفه، العاطفه عندك اتطعنت كتير، اتخنت كتير، اتظلمت، الله اعلم يا برج الجدي، بس انت في العاطفه مش مرتاح نهائيا. كل ما تدخل في علاقه بتطلع بنهايه، بتنتهي، بتحس ان انت تعبت، زهقت، اتخنقت، مش عايز تكمل. بس ان شاء الله باذن الله هيكون عندك فرحه في العاطفة تديك طاقة إيجابية من جديد، وتخلق فيك الأمل في الحياة، علشان انت من ناحية العاطفة فاقد الأمل للناس اللي هم دايما بيرتبطوا وبتحصل عندهم مشاكل. اما الناس المتجوزين ففي نفور بينكم وبين الشريك اليومين دول، لدرجة انه في حد بيتدخل تالت وبيحاول يخلق مشاكل من تحت الارض، وانتوا الاتنين ما بقتوش متفاهمين لدرجة ان انتوا بتسألوا بعض مالكم في ايه وايه اللي حصل. ده بالنسبة للناس المتجوزين. بص يا برج الجدي، الراحة مش من نصيبك، الراحة مش من نصيبك، انت بتقول كده، بتقول ان الراحة مش من نصيبي، دايما تعبان، دايما زهقان، دايما مخنوق، دايما مش مرتاح خالص. بس انا شايفة ان بإذن الله عندك خروج من الهم، والهم اللي على كتفك هينزاح، المسؤولية اللي انت شايلها وخلت كتفك ظهرك انحنى، بإذن الله هتطلع من اللي انت فيها. راجل الجدي، راجل الجدي، احذر من طرف تالت، احذر من طرف تالت، فتاة الجدي، احذري من واحدة بتاكلي وتشربي معاها وخاينة، احذري من واحدة ست جنبك بتاكل وتشرب معاكي وداخلة طالعة على بيتك وهي خاينة مش كويسة. برج الجدي، انت مشكلتك ان انت عنيد جدا، بس بتعرف ازاي توصل وبتعرف ازاي تكمل، لدرجه ان انت الحاجه لما بتكون ناوي عليها بتعملها حتى لو هتخسر اي حاجه. الحاجه اللي بتحطها في دماغك بتعملها وبتبقى مصمم عليها، ولا يهمك راي الاخرين، بتعمل اللي في دماغك وتكون مصمم عليه باذن الله. بفضل ربنا سبحان الله وتعالى يا برج الجدي هيكون عندك تحقيق امر. شوف انت الامنيه، شوف الامنيه اللي انت عايز تحققها. يعني لو انتوا عايزين، لو انتوا امنيتكم نجاح في الدراسه فهي نجاح في الدراسه، لو انتوا نيتكم في خطوبه وفرحه فهي فرحه، لو انتوا نيتكم في خبر حمل فهي حمل، لو انتوا نيتكم في الورقه اللي عاطله في المحكمه ليها سنين رايحين جايين عليها ومش عارفين تخلصوها فهي اللي هتخلص. شوفوا انتوا يا برج الجدي نيتكم في ايه وعايزين ايه، وعندكم باذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى وصول الى هدف، هدف حلو جدا انتوا من زمان ناويين له. بس انت دايما يا برج الجدي محسود، دايما عليك عين مرصود، كل ما تطلع السلم بترجع ألف خطوة. عندك واحدة ست زي ما قلت لك بتاكل وتشرب معاه ورايحة جاية على بيتك وخاينة، هتديك طعنة، احذر منها. عندك بقى واحدة ست بتجدد لك طاقة السحر، اللي بتجدد لك طاقة السحر دي بتشكي من مرض، عندها ألم في ركبتها، عندها ألم في معدتها، عندها صداع مستمر، هي بتشكي من مرض. شوف اللي عندك يا برج الجدي اللي هي بتشكي دايما من ركابها أو من ألم في ظهرها أو ألم يعني في ألم في جسمها، الست دي مش كويسة، هي دي اللي بتجدد لك طاقة السحر وعايزة تأذيك من تحت الأرض، لدرجة إن هي ممكن كمان تكون دخلتك في مشاكل أو في متاهات، احذر منها وخلي بالك منها يا برج الجدي علشان خاطر ما ترجعش تاني للدوامات اللي أنت كنت فيها. أنت حاليا وقفت الأمر، في حاجة في حاجة أنت يا برج الجدي دلوقتي زي ما قلت لك شغلة بالك، لدرجة إن أنت واقفة
وعايز تعملها. انا دايما عايزاك يا برج الجدي تنتبه على حالك وتنتبه على صحتك وتحذر من 2 ستات، واحده بتاكل وتشرب معاك وعايزه تخرب بيتك، والتانيه اللي هي بتشكي من الم في ركبتها او الم في ظهرها، الم في جسمها، دي اللي بتجدد لك طاقه السحر. بص يا برج الجدي، انا عارفه ان انت مهبوب، ان انت مكسور، ان انت اتطعمت واتغدرت وكمان الناس اكلت حقك، بس احب اطمنك وابشرك بالخير، عندك فرحه في ارض بيتك. شوف ايه مين هيتجوز عندك، او انت الله اعلم، بس عندك فرحه في ارض بيتك حلوه جدا جدا جدا، علشان انت من فتره في ارض بيتك كان عندك نار شلعه دوامه، عندك حيره، عندك توتر، عندك حاجات كتيره جدا وحشه كانت في ارض بيتك، بس حاليا عندك تحسن باذن الله. انت يا برج الجدي شخصيه قويه جدا، شخصيه جميله، شخصيه محبوبه، كل الناس بتحبها، بتعرف ازاي تلعبها، بتعرف ازاي تكسب، شاطر، فتاه الجدي وانثى الجدي قلبها طيب جدا، دايما بيضحك عليها بسبب طيبه قلبها. حاليا انت يا برج الجدي بتحاول تحسن مزاجك، بتحاول ترمي الماضي ورا ظهرك وتلملم كل المشاكل، وبتحاول ان انت تاخد نفس عميق وتبدا تقول ارتاح. انت يا برج الجدي زرت الطبيب او عندك حد من اهلك زار الطبيب؟ بس انا شايفه ان باذن الله عندك شفاء. من ناحيه الرزق عندك حد هيمد له ايدك، حد هيمد لك ايده، الله اعلم انت مقدم على وظيفه جديده او هتشتغل كذا شغلانه او في رزق جاي لك، الله اعلم، بس انا شايفه ان حالتك الماديه هتتحسن. عندك حد هيمد لك ايده وهيحاول يساعدك، هيديك فلوس وهتبني مستقبلك وهتعمل اللي انت عايزه باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. برج الجدي عايزه الهموم اللي على وشك دي كلها تنزاح، والهم اللي انت شايله على كتفك والمسؤوليه باذن الله هتتخلص منها. انت من صغرك يا برج الجدي وانت شايل مسؤوليه، من صغرك وانت شايل مسؤوليه وبتعافر في الحياه، بس ما تقلقش عندك في العمل امور حلوه جدا، رغم انه في حد بينافسك في العمل وحد عايز ياخد مكانك، بس ما تقلقش عندك تحسن وعندك رزق وعندك امور كتيره جدا 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 جميله باذن الله بفضل ربنا. اي نعم ناس كتيره جدا حاولت توقعك في حفر، حاولت تاذيك، حاولت تكسرك يا برج الجدي، بس باذن الله عندك خروج من الهموم وعندك هم حلو جدا هينزاح. الهم ده كان شايل لك، كان عامل لك طعنه في ظهرك، بس باذن الله هتطلع من كل اللي انت فيه وهتطلع من كل المشاكل باذن الله. بس انتبه كتير جدا جدا يا برج الجدي من الدوامه ومن اقرب الناس ليك اللي هي ممكن تطعنك وتاكل حقك. في اشخاص عندك قريبين منك، قريبين منك، ناس مش كويسين عايزين يطعنوك، عايزين يغدروك، عايزين يظلموك، الله اعلم شايفينك ان هم ان انت احسن منهم. في نفس الوقت هيكون عندك فرحه حلوه، في مكالمه، في خبر، الله اعلم الفتره اللي جايه في حاجه، حد هيكلمك، في خبر هيجي لك سريع، الله اعلم الله اعلم، بس عندك خبر حلو جدا جدا. فتاة الجدي، فتاة الجدي انتبه بالكلمتين دول كويس جدا. ايه الموضوع اللي شاغل بالك لحد الان مش عارفه تاخدي فيه القرار، وبتقولي انا مش عارفه اذا كان القرار ده صح ولا غلط، او القرار اللي انا بفكر فيه ده لو خدته ايه العقوبات بتاعته وايه المميزات بتاعته؟ طب احب ابشرك واطمنك وريح بالك وريح عقلك، القرار اللي انت بتفكري فيه والتفكير صح، امشي ورا تفكيرك زي ما انت ماشيه يا فتاة الجدي، امشي ورا تفكيرك وخد القرار باللي انت بتفكري فيه علشان خاطر ده الصح، القرار اللي انت هتاخديه هو الصح. ارمي كل حاجه ورا ظهرك، انتوا تعبتوا كتير جدا من التفكير، خدوا القرار الصح وامشوا عليه وارموا المشاكل كلها ورا ظهركم وحاولوا تنتصروا وحاولوا تعملوا اللي انتوا عايزينه رغم اللي انتوا عايزينه هو الصح. امشوا ورا تفكيركم يا برج الجدي. عندك تحسن في مزاجك، حالتك الصحيه بدات تتحسن، مزاجك هيبدا يتحسن. اعمل الحاجه اللي انت بتحبها مش اللي هم بيحبوها يا برج الجدي. عندك امور حلوه جدا 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 باذن الله، عندك تحسن وعندك باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى امورك هتتظبط، هيبقى عندك تحسن في المزاج، تحسن في الامور، هيبقى عندك خير باذن الله. انت عندك طفل تعبان يا برج الجدي، زار الطبيب وزار الطبيب، الطفل ده حد حسده، الطفل ده محسود، حاول تقرا له قران، حاول تشغل له الرقيه الشرعيه علشان الطفل ده محسود، طفلك او طفل اخوك او الله اعلم عندك طفل تعبان بيزور الطبيب ومش عارفين هو عنده ايه، بياخد علاج، بتدوه علاج بس هو تعبان، حاول يزور الطبيب مفيش اي فايده، حاولوا تشغلوا له الرقية الشرعية، حاولوا تقروا عليه قرآن كتير علشان هو محسود من عين قوية. عندكم حد اتخلى
عنكم في لحظة انتوا كنتوا يعني ما كنتوش متوقعين ان هو يتخلى عنكم، الحد ده فعلا عرف يتخلى عنكم في وقت انتوا فعلا خلاص فقدتوا املكم في حاجة جوه قلبكم، مسببة لكم وجع، مسببة لكم ألم، عندكم بداية جديدة وهتتكلموا في حاجات كتيرة جدا. انتوا عندكم حاجات بتخلصوها الفترة دي، في بداية جديدة بس انتوا خايفين تكملوها او خايفين تدخلوا في علاقة، خايفين يعني خايفين من حاجات كتيرة جدا، فانتوا في حيرة حيرانين اول فترة دي، علاقتكم غامضة بالشريك، فانتوا في حاجة استثنائية عندكم، الحاجة الاستثنائية دي قرارين حيرانين فيهم، موضوعين حيرانين فيهم، حاجة انتوا حيرانين فيهم بأي طرق. في نقط على الحروف هتتحط وفي علاج هتاخدوه، وهيكون عندكم انتوا متواضعين الفترة دي، وعندكم كمان فترة من فترات معينة هتجمعوا الفترة دي كمان سعد. السعد ده هيخليكم انتوا تخشوا في مرحلة جديدة، عندكم سعادة، السعد ده هيخليكم انتوا فعلا مبسوطين بردة فعل لنفسكم، علاقاتكم بدأت تتحسن من بعد الألم، صبرتوا كتير جدا، صبرتوا يعني صبرتوا صبر كده على دراسة، ممكن البعض ممكن يكون شغال على دراسة الفترة دي، في خلاف هتحلوه مع حد، في قعدة والقعدة دي هتكون لطيفة جدا، هتكون فيها كده طاقة معينة، في حد ما عندكم من الصحاب بيأذي فيكم. طيب انتوا كنتوا بتحبوا حد قوي او كنتوا معجبين بحد ولقيتوا ردة فعل ما عجبتكمش، فبالتالي قررتوا ان انتوا تنفصلوا او قررتوا ان انتوا تبعدوا عنه، في حيرة عندكم، في تقلب مزاج. انتوا هنا يعني واثقين من نفسكم جدا، واثقين من حبكم يعني اتجاه الشريف، بس في حاجة انتوا مش مهتمين بيها وضايعة عنكم، خدوا بالكم من الحتة دي. مستقبلكم في نجاح كبير، انتم مدين ظهركم لاكتر من حد في حياتكم، كمان انتم هنا عايزين تسافروا، السفر ده حلو حلو جدا، خلوا بالكم، فياريت تستفادوا بكل عرض هيتعرض عليكم الفترة اللي جاية، عرضكم او العرض اللي عندكم ده حلو، ومستقبلكم هيكون جميل جدا، خط الحظ عندكم مفتوح جدا، فخدوا بالكم كويس جدا، او لو انتوا عندكم حد بيفسد في دراستكم بيفسد في حياتكم، دايما انا اقول لكم ابعدوا عن اي حد ممكن يأثر عليكم في اي ضغوط، ليه؟ علشان خاطر الطاقة اللي ازياكم هي اللي عاملة لكم عراقيل فيها في حياتكم، انتوا عندكم فعلا حد بيحبكم من الاصدقاء، ويعني بيحب ان هو يتكلم معاكم، بيحب ان هو يبقى في بينكم امور تجديد، حاجات مختلفة، طاقة معينة طبطبة لحد الله اعلم، بس انتوا الفترة دي في امور بتاخدوا وتدوا فيها، في طاقات معينة بتحاولوا ان انتوا تحسنوا فيها، كمان هنا انتوا مستنيين بفارغ الصبر حاجة كبيرة او حاجة معينة بعيدة عنكم، حاجة مختلفة الله أعلم، بس انتوا عندكم طاقة انتظار رهيبة، عندكم حدود او هتحطوا حد مع حد، ذكائكم دايما بيكتشف لكم كل الناس اللي حواليكم، ذكائكم دايما بيخليكم مميزين عن اي حد ممكن يفكر ان هو يلعب بيكم او يغدر بيكم او يعمل لكم اي طاقة فيها اذى، في ربط احداث الفترة اللي جاية هيكون قوية جدا، ربط الاحداث ده هتكونوا انتوا فعلا مندفعين بيه، بينكم وبين حد علاقة على السوشيال ميديا، في تواصل اجتماعي بينكم وبين حد، طاقة معينة بينكم وبين حد،
في حاجة تخص التواصل الاجتماعي عندكم. طيب احب اقول لكم ان الفترة دي وشكم دبلان دبلان في اكتر من موضوع بسبب النغزات اللي كانت بتحصل لحياتكم، بسبب الطمع اللي كانوا طمعانين، يعني طمعانينه فيكم. العراقيل اللي كانت عندكم دي حصل فيها اذى على حياتكم، رغم ان انتوا هنا مميزين في حاجات كتيرة جدا، رغم ان انتوا هيكون عندكم دفعة لقدام. كمان عندكم حد بيبادلكم نفس المشاعر، بس انتوا مش عارفين تعملوا ايه. كمان في علاقة ربطاكم وعلاقة فيها صمت، العلاقة دي مخلياكم انتوا مش عارفين يعني تعملوا ايه، او تتكلموا ازاي، او تواجهوا ازاي، او تفتحوا موضوع ازاي، امور ساكتين فيها. حرفيا انتوا حاسين ان انتوا خلاص بسبب حد من ابراج ترابية اذاكم طعنكم، بس الفترة اللي جاية هيكون في تفاؤل. التفاؤل ده حلو. رقم 4 ده بيميز لكم تحقيق الاهداف. طيب عندكم احترام وتقدير لشخص كبير عنكم، لشخص يعني انتوا بتحبوا تسمعوا كلامه جدا. برج الحمل، حصل عندكم انفصال بينكم، كان من حرف وحرف الراء، في امور عندكم عامله لكم عراقيل. الفتره دي انتوا مش عايزين تفكروا في الجواز، مش عايزين تفكروا في اي حاجه تخص الاستقرار، بسبب ان انتوا فعلا لقيتوا الم وزعل، بس انا متاكده ان هيجي الشخص اللي يغير حياتكم. طيب في حل عندكم لحاجه عاطله بقالها مده، نقله من بيت لبيت الفتره دي. انتم مميزين في كشف الحقيقه اللي حواليكم، فدايما خليكم مميزين في كل حاجه. انتم حتى مستقرين مع نفسكم، ما بتحبوش التجاهل مع حد. عندكم هنا طاقة حلوة، طاقة كلها تغيرات جذرية على جميع حياتكم. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، عندكم نور في بشرتكم، نور في وشكم. طيب مين اللي منعكم عن تحقيق هدفكم؟ في حد عندكم او الشريك او حد كبير، في حد منعكم عن تحقيق الهدف بتاعكم. خلوا بالكم انتوا متحبوش حد يلعب بيكم، بتحبوا ان انتوا تكونوا صروحة جدا، بس انتوا فعلا الفترة دي عندكم حد واقف بينكم وبين تحقيق الهدف، مخليكم مش عارفين تعملوا اي حاجة انتوا عايزينها، وانتوا محبينش كده. انتوا عليكم ديون عايزين تسدوها، عليكم حاجات عايزين تعملوها، عليكم تسديد لمواضيع، يعني تسديد لديون، وعشان كده في مواضيع هتتفتح الفترة دي، في طاقات عندكم انتوا هتفعلوها. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم عندكم خروج من محنة، خروج من ضيق، خروج من كسرة قلب، يعني اكتر من حاجة عندكم تعباكم، وهيبقى في طاقة ايجابية، وهتخرجوا من اي طاقة سلبية مأثرة عليكم في كذا، يعني في اكتر من حاجة. طبطب عليكم بشكل كبير جدا، وهيكون في استقرار، استقرار عاطفي، استقرار مادي، استقرار على اكتر من اسعد على حياتك. بس الشغلانة اللي هي مأثرة عليك هي الضغوط النفسية. انتوا يعني ناس كده بسيطة جدا فعلا، ومستقلين، ما بتحبوش الطاقة السلبية، بس كده ما شاء الله عليكم، يعني بسم الله ما شاء الله عليكم. طيب اقدر اقول لكم يعني انتوا في حاجات تعباكم، هي ايه؟ التعامل بجدية مع ناس مش لطيفة معاكم. في حد هيرقيكم الفترة دي برقية شرعية. طيب انتوا هنا يعني في ملء طاقة خير،
طاقة إيجابية. انتوا حاسين ان انتوا مشكلتكم، انتوا حاسين مفيش حظ، وطول ما انتوا حاسين انه مفيش حظ يعني ممكن تكونوا انتوا حاسين فعلا انه مفيش حظ عندكم، وده اكبر غلط. دايما اقول احذروا من الابراج الترابية، مش تحذروا منها حذر. انتوا مفيش اتفاق بينكم ما بين ابراج ترابية، في دايما شد، في دايما طاقة سلبية مأثرة عليكم، في امور فيها يعني عراقيل ليكم، او انتوا مش فاهمين الشريك بمعنى اصح. حاسين ان مفيش استقرار بينكم، حسيتوا ان مفيش مواضيع واضحة بينكم، بس بتحاولوا بقدر المستطاع توضحوا كل حاجة في حياتكم. انتوا بتحبوا الثقافة جدا، بتحبوا ان انتوا يكون عندكم تبادل في اشجار، تبادل في اوراق، تبادل في طريق. فعشان كده البعض منكم عايز يغير عربيته، البعض منكم عايز يغير حاجة معينة في حياته، البعض منكم عايز يعني يعمل اكتر من حاجة جديدة في حياته، البعض منكم عايز يهادي حد تليفون، او انتوا عايزين تجيبوا تليفون. بعض الطاقات بتاعتكم عالية، بس انتوا من وقت للتاني بتقفلوا على نفسكم كل الطاقات بتاعتكم، بتقفلوا على نفسكم كل الامور اللي انتوا فيها بسبب الطاقات اللي مأثرة على جميع الاسعد بتاعتكم. عندكم تحقيق هدف، تحقيق حلم، تحقيق نقلة في حياتكم. كمان الفترة دي فترة يعني طاقة معينة ليكم، فترة خروج من محنة، خروج من ضيق، ناويين تعملوا اكتر من حاجة الفترة دي. كمان حد هيجي ويقول لكم على حاجة معينة هتعملوها، هتكونوا مبسوطين جدا، وممكن الحاجة اللي هتعملوها دي يكون طاقة. انتوا لازم تحصنوا نفسكم. الطاقة السلبية بتأثر عليكم، وبتأثر على أولادكم، بتأثر على حد ليكم، خلوا بالكم. يعني انتوا ممكن يكون عندكم حد بيبص على حاجتكم، بيبص على خصوصياتكم، بيبص على أموركم، بيبص على كل حاجة عندكم. فياريت تخلوا بالكم، علشان انتوا عندكم طاقة حسد بتتجدد لكم أول بأول، وده مخلي وشكم دبلان، ومخليكم انتوا بتعانوا من تساقط شعر، من خمول، من كسل، من إرهاق، من تعب نفسي. شوية تعب عندكم بيزيدوا، وده بسبب الحسد الشديد اللي عليكم. خليكم دايما مميزين، ان انتوا تعرفوا تكتشفوا حقيقة الأشخاص اللي حواليكم. كمان انتوا واخدين على خاطركم من حد، زعلانين من حد، حد ما توقعتوش ان هو يعمل كده فزعلكم، او انتوا مخنوقين من اللي عملوا فيكم، زعلانين من اللي بيعملوا معاكم، الله اعلم. بس انتوا واخدين على خاطركم بشكل كبير جدا منه، وبتقولوا هو بيعمل معانا كده ليه، احنا كويسين جدا معاه، احنا بنتعامل معاه بما يرضي الله، بس هو ما بيتعاملش معانا بما يرضي الله. عندكم حبيب الفترة دي هيقف معاكم، الطريق بتاعكم حاسين ان هو مضعضع، حاسين ان هو مش مستقر، وعشان كده هيكون عندكم استقرار الفترة اللي جاية، وهيكون عندكم طاقة معينة حلوة. عندكم حد هيهتم بيكم، وهيهتم بعلاقاتكم، وهيهتم بتغيرات عندكم حلوة، وهتكونوا انتم مبسوطين الفترة دي. فانتوا الفترة دي هي فترة نجاحكم، فترة الازدهار بتاعتكم. فياريت تخلوا بالكم من نفسكم الفترة دي، وتحاولوا ان انتوا تفعلوا الحاجات الجديدة اللي في حياتكم. ليه؟ علشان انتوا هيكون عندكم استقرار نفسي وجسدي ومادي، واكتر من استقرار عندكم. حتى في خبر هيعوم على العيلة بتاعتكم، وهيفرحكم قوي الفترة دي، وهتكون عندكم في طاقات طاقة كده، عندكم دفعة لقدام. البعض منكم هيقعد في قعدة، وهيحاول يدافع عن طرف تاني في حياته، هيحاول يدافع عن حد، وهتكونوا مبسوطين جدا. الفترة اللي جاية هي فترتكم، اتمنى لكم الخير. فياريت تخلوا بالكم من نفسكم قوي الفترة دي، ويكون عندكم تغيرات جذرية على جميع الاصعب بتاعتكم. انتوا هنا قاعدين وساكتين وشايلين هم الدنيا، وبتقولوا ربنا يسترها ويعدي الفترة دي على خير. تحياتي ليك يا برج الجدي، عندك خير ورزق وتفاؤل وفرحة بإذن الله. أتمنى لك السعادة والهنا وكل ما هو جميل في الحياة. لو عجبكم الفيديو طبعا ما تنسوش تضغطوا لي لايك، وتكتبوا لي كومنت جميل زيكم، علشان دايما ننزل لكم توقعات جميلة زيكم.